بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، كل عام وحضراتكم بخير، نتمنى لكم التوفيق. الموضوعات البحثية اللي احنا اتكلمنا عنها هنديكم نبذة عنها إن شاء الله. احنا في عندنا مادتين اللي هي القوائم المالية وتحليل القوائم المالية أو التحليل المالي للقوائم المالية. احنا اتكلمنا عن القائمة المالية وعرفنا المكونات بتاعتها، وعشان نسهل عليكم احنا قلنا هنجيب شركتين نعقد ما بينهم نوع من المقارنة. او انا عاوزك تشوف ازاي تقرأ القائمة المالية وتتعلم طريقة قراءة القوائم المالية. شوف هتقرأ القائمة المالية ازاي، عشان ما تعبكش انا وفرت لك مجموعة من القوائم المالية، وعشان ما يحصلش لبس وكل طالب ياخد نفس القائمة المالية يشتغل عليها، وزعنا لكل طالب القوائم المالية اللي يقدر يشتغل بيها. فجبنا قائمتين، قائمة لشركات رابحة وقائمة لشركات خاسرة، ووزعنا على كل المجموعة اللي موجودة في الدفعة القوائم دي. قلنا هذه قائمة لشركات كسبانة وقائمة تانية لشركات خسرانة، وقلنا كل واحد يلتزم بالقائمة أو القائمتين اللي ظاهرين عنده في البحث بتاعه. هنلاقي عندنا أول حاجة الورقة اللي جات لكم على موضوعات البحث، كان فيها البحث اللي مطلوب للقوائم المالية والبحث اللي مطلوب للتحليل المالي، وبعد كده ذكرنا أسماء الطلبة كلها، كل طالب وقصاده شركة خسرانة وشركة كسبان. هيعرف كل طالب من الطلبة اسم الشركة الخسرانة بتاعته واسم الشركة الكسبان، وهيجي في نهاية الملف خالص هيلاقي فيه اللينك أو الرابط اللي يقدر يحمل منه القوائم المالية للشركة الكسبانة والشركة الخسرانة. الموضوع ده خد جهد كبير، ولكن عشان ما يحصلش تضارب، ما يحصلش اختلافات، او ما يحصلش الابحاث نلاقيها كلها زي بعضها، تعمدنا ان كل فرد من الافراد هيبقى له قائمه يشتغل عليها. طيب لو احنا عندنا مجموعه افراد خمسه مشتركين مع بعض، او اربعه او ثلاثه زي ما يكون، الخمسه دول قدام كل واحد شركتين، يقدروا يختاروا اي شركتين في نطاق الخمسه اللي هيشتركوا في نفس البحث، في اطار الخمسه اللي هيشتركوا معانا في نفس البحث، يقدروا يختاروا في النطاق بتاعهم عشان ما يحصلش اي نوع من التكرار. طيب ايه اللي مطلوب من حضرتك تنفذه في الجزئيه دي؟ اول حاجه احنا اتكلمنا على العناصر اللي هيتكلم فيها بالنسبه للقوائم الماليه. مثلا على سبيل المثال هتديني نبذه مختصره عن القوائم الماليه، تجيبها منين؟ من اي موقع على النت تكتب القوائم الماليه هتلاقي فيه بيانات كتير. خلاص. تاني حاجه مصادر التمويل، اتكلمنا عن مصادر التمويل. ايه مصادر التمويل؟ طويله الاجل، قصيره الاجل، موجوده عندك في الكتاب. اديني نبذه صغيره، مش عايز حاجه، المهم ان انت قريت مصادر التمويل وعرفتني ان انت اشتغلت عليه. بعد كده هتستعرض القوائم الماليه اللي انا جبتها لك في قائمتين، القائمه الماليه الاولانيه فيها قائمه المركز المالي وقائمه الدخل، والثانيه زيها. هتضيف لي القائمتين دول عندك في البحث، وهتبدا تشرح لي في البنود بتاعتهم زي ما احنا اتعلمنا. امسكهم بند بند، اتكلمنا عن الاصول الثابته. طيب القائمه لما بيجيلك فيها سنوات مختلفه، 4 سنين او 5 سنين. خلاص. عايز رؤيتك بقى، انا عندي اصول ثابته والاصول بتزيد كل سنه، باجي ابص الاقي يبقى في عندي زياده، بعمل زياده على طول، يبقى انا في عندي تطوير، بزود عندي الاصول الثابته بتاعه المنشاه عندي. طيب عندي حاجه زي المخزون، المخزون كل شويه في بند في الاصول المتداوله، كل شويه عندي المخزون كمه كبير، او في تراكم في المخزون بتاعي، بدأ عندي المخزون راكد. قد اكون بشتغل في سلع بتاع مودلز، فيها موضه، فيها تقنيه، فيها كلام من كده. طب ما المخزون ده بيركض عندي، ومن سنه لسنه بيقعد يقدم وملوش قدره، ما بنقدرش نبيعه او ما بنقدرش نستغله كويس. طيب اللي ياكد لي الكلام ده ايه كمان؟ نروح على قائمه الدخل، تلاقي المبيعات بتقل والمخزون بيزيد، انا كده عندي مشكله، في عندي داخل على نوع من التعثر، في عندي البضاعه بتاعتي مش عارف ابيع، اداره التسويق مش شغاله كويس، الانتاج بتاعي معيب. افكر واتكلم في الاسباب دي، اقول من فضول القائمه دي لما جيت اقرا عن الشركه دي، ده الاصول بتاعتها بتزيد، ده في حاجات، ده المديونيات، الديون اللي لها في الخارج او خارج الشركه بتزيد، الشركة عندي احكم المديونيات عندي كل شوية بيع، يبقى انا ببيع بالاجل، يبقى سياسة البيع عندي فيها مشكلة، سياسة التحصيل عندي فيها مشكلة. فابدأ امسك كل بند من بنود الميزانية واقعد اشوف الشركات الخسرانة شغالة ازاي،
والشركات الكسبانه شغاله ازاي. وفي ضوء الكلام ده يبقى انا عملت قراءه للقوائم الماليه. بقول له كمان الهيكل المالي بتاع المنظمه او هيكل التمويل بتاعها قائم على ايه. هبص الاقي في الهيكل التمويل بتاعها في راس المال في قروض، اشوف بقى اقول ده هي قائمه على راس المال فقط، لا ده هي قائمه على جزء راس المال وجزء تاني تمويل عن طريق القروض، والقروض بتاعتها ايه، طويله الاجل ولا قصيره الاجل. خلاص هيكل التمويل هو الجانب الايسر من الايه، من الميزانيه. استعرضنا القائمتين ونحاول نطلع الفروق ما بينهم، نطلعها بالشكل اللي انت عاوزه. عاوز تحط الجنبين قصاد بعض، الشركه الكسبانه والشركه الخسرانه، وتستعرض البنود ده والبنود ده وتقول الفروقات بينهم، ماشي. عاوز تحلل دي الوحيده دي الوحيده وتعقب بعدها وتقول ان هناك فرق بين كذا وكذا، ماشي مفيش اي مشكله. طبعا في حريه في كتابه البحث زي ما انت عايز، ولكن تنقل لي احساس ان انت فهمت القائمه الماليه. لو وصلنا في الاخر فهمت القائمه دي، اي قائمه في الجرائد او اي قائمه هتشوفها قائمه ماليه عرفت تفهمها وعرفت توصل ايه لها.